رمضان كريم. السلام عليكم. أي ثم يسمى يمضفان نلقانا نغي عزنا 24 عقب دغاوم ذي الحلقة ويسا 4 ذي البرنامج يتجان نستاري ذي ديني دينين إن شاء الله تيلت شهر رمضان الكريم. تمني أكين في قيمة تفارجم ذي الحلقة يتجان ويسا 4 زقوم زوار على نقا ميدسنا ديني ذو ما تسوز وقيمة وقيمة كينا ونتمنى أن يرين فسوس خورة والنوم ولا ننسى هذا سنشكار عزي عوما الدرس هذا سيقار بالبركة نتيك الفن سلمة صحيفة إن شاء الله ذي الميزان الحسنات النش عزي عوما ويش التحية زيد نذيت الشهيد والشريف محمد مزيان الفرنسي عزي عوما تبعان. السلام عليكم. أول مشارك غيري إن شاء الله تومات أيوب أوسليخ. أيوب أوسليخ أقشك نغيش البرنامج خلقنا نغي عيزنا 24 البرنامج جنديني إن شاء الله ديس اش نمشي جوج سقسيه ان شاء الله اش نمشي جوج سقسيه ذا سبحان ويس المعلومات محدوده شوي ماشي ذا هما تايوب يعني اش المعلومات شوي محدوده واش الهدف ديال البرنامج ذا هما تايوب وهو غادي نسفك الشباب انه غنمشي انا وشك خدي نسنى باش نرجع امين ان شاء الله مرات جاوب ذا كاين غاش نمشي جوج المصحف بسم الله واخا السؤال يقع سيدنا نوح عليه السلام كم عاش شحال يدا سيدنا نوح سيدنا نوح واه انت جاني تما اكبر نبي انت دانتس 700 سنه جواب خطا سي ايوب لا تسند الجواب ودار تسند الجواب بس سنينين لا واخا هذه الحلقه نستافد ارواني كاميرا تستافد سي ايوب ثم ايوب من غاديني يلقانا نغنى 24 من غاديني دي ثارو زغنغان ديني مار ذيك غير فارس نتمنى ان شاء الله القناة زغنغان 24 تسمى وتيري بوشنا القناة والصفحات مزغنغان ايجان تسمى الاستهزاق دوينا ان شاء الله تيري جن القناة تصبحانت يغيرين ان شاء الله تكسير خبان تنديت مزغنغان من الدار تنديت مزغنغان هذا تسود ان شاء الله يثارون الخارج وطنيا محليا وحتى على الصعيد العالمي ان شاء الله انت قادة شذو متيو أكين غيري الصغار مشاركي غيري إن شاء الله سي صالح السلام عليكم عليكم السلام مسجد صالح مليح سي وسجد تغزات دي كاميرا مليح أكين شارك نهار صالح النا قيج البرنامج ديني أش نسقسا مريت جاوب إذا شنكش القرآن الكريم واخ سيور واخا واخ صراح مشحا يدا سيدنا نوح ماش سيور سنس ميدسنا ذين ذيك غير فارجة فاميليا الناج ميدسنا ذين تجا مخام مليح سيور واتسلح يسلح المسكين. السلام عليكم كينغ السي الحرشة محمد كينغ شارك ديكيج البرنامج يد جندينيا اش نسقسا ما جاتها ربحت انت شاش المصحف صافي غثومات السؤال يقع كم عاش سيدنا نوح مش حيعيش المستان سيدنا نوح 200 عام شحال 200 سنه 200 سنه نعم الا ودي شا 200 سنه اي نوم زعما غنش اي ني مي غادي ندي مضفى القناه نغنى 24 صحابه زغنغه ريت نتس نتشكاريت نماريت سن مراويت كنمر منايا نتشكاريت نسر عواشرك مبارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ثم تنغي عيزنا قش كي نغيج البرنامج يتجان خلقنا نغي عيزنا 24 ديني نسقسا شي قصير دي الدين النغ ان شاء الله مالها بحث انت شاشج المصحف ان شاء الله اسم الكريم محمد زيد محمد المريمي ثم محمد سؤال يقع كم عاش سيدنا نوح سيدنا نوح عليه السلام عاش 1450 عاما 1450 عام لا الجواب خطا اذن نجي فرصه ثانيه اني فرصه ثانيه الاخير ماشي قال مسحف كريم عاش 900 الى 1000 سنه الى 50 950 عام الجواب صحيح نتقاد شذومات محمد هاني الله يحمي الوالدين رمضان مبارك الله يتقبل الزاوم مارا ان شاء الله وشكرا بزاف مريتك حاجة الصباح اكن يعاون سيد عبد العالمين ان شاء الله اسيدي مبروك عليك اكسي جنون نجي لنغضاء ان شاء الله اكي جي جيش فوتو واخا السلام عليكم
عليكم السلام سي سليمان، مرحبا بك سي اسامة عطيني. ربي ثومة محمد النغن والزكين شارك ان شاء الله نهار كيجي البرنامج خلقنا نغي عيزن ديني ما تجاوب ان شاء الله انت شاش المصحف الكريم ان شاء الله تجاوب تبان ديت محظوظ نهار محمد ان شاء الله ان شاء الله سي ضابيله. السؤال قال ثومة محمد، من الصحابي الذي غسلته الملائكة؟ خصنا خصنا وجبت جليبي بحدا لا وليتي استعاذنت الملائكة استعاذنت الملائكة سيدنا حمزة لا ثومات محمد تنين الفورس ونزمان عنيك تعزي هنا المفورس السيد رخو عن الفشل سنين الفورس بصحته ثومات محمد يا بحكينا ثومات محمد من غثيني ذي مضفة عن 24 ذي مدوكري ذيك غير فارجن صحاب زغنغان ولا يتم جميع الإخوان ذيك غير فارجن رخو من دوما يعني رمضان المبارك كريم أتمنى إن شاء الله هتسيغي من موت كمي جنحش تصبح أنت نتمنى ان شاء الله النجاح ديال خان نوم ايوا تقاديك النيو. شكرا ثومة محمد رحمه الله سي يوسف تبارك الله عليك الله يبارك فيك الله يبارك فيك كاين غادي القناه نغي عز 24 كاين شارك دقيج البرنامج ديني ما جاتي ويت سؤال ان شاء الله انت شتي 60 حزب وتماني غتاود دي سي يوسف والله العالي ان شاء الله ان شاء الله. السؤال يقى، من الصحابي الذي غسلته الملائكه؟ يجوا صحابي تسيادي في الملائكة من يعني؟ يا ربي وهذا صحابي هذا صحابي هذا مزيان وعاد ربي ابنك يا ربي يا ربي يروح حي خاري ولكن يروح حي تبغى غاشي يروحاش والهدف ديال البرنامج السي يوسف وهو غتنعقب غدينا تفكر هذه ان شاء الله من غاديين اذا السي يوسف يعني الجاليه انا يعني داخل الوطن بدس غاديين اسيدي تبارك العواشر السنه سيدي نقرات ان شاء الله صار رزق ان شاء الله ماري الجامع علينا لينا مبارينا الداخل نتقاضي شاه زيوس شكرا السلام ورحمه الله. اسم الكريم عبد السامة سي سامة هذا كاين شارك كيج مجلس قان كيج البرنامج ديني ما جا ذي ويد السؤال ان شاء الله انت شاش المصحف صافي من الصحابي الذي غسلته الملائكه؟ من الصحابي الذي غسلته الملائكه؟ وايجو صحابي سيادنت الملائكه من يعني؟ واسي الخشايس كاين واخا في الاسم غادي يدي المتتبعين الاربعه القانون غادي يعز 24 ديو ذاني ديك غير فارج المار قال السلام هذا الكريم تشكاري في الوقت السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ثومة عز اسم الكريم. عوالي عبد السلام. ثومة عبد السلام اقشكين غادي القناة نغي عز 24 كيجي البرنامج ديني. ما تجاتها بحذاكيش ما تجاتها اجمل هدية وهو القرآن الكريم. السؤال يقى، من الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟ لموته. رزق انا واش بلال ابن ولاد منون بلال لا معك الفرصه ويستر انت شاش الفرصه نغني ان شاء الله. السؤال قد غار خوت واجي الهدف ديال البرنامج وهو غادي نعقب غادي باش الشخص غادي الصوره صحيح واه زيد السي سالم اجي عثمان لا لا يروحاش من غادي ندير المتتبعين القناه نغي عزان ديو ديك خير القناه وعايشين تكاك صحاب زنغر ماري ان شاء الله عباشا مبروك رمضان مبروك اش يحفظ ربي السي سالم ثومات ياسين حلش هذا سنكي جو سكتي غير ثومات ياسين حلش اقشا كاين كيج البرنامج ديني ما تجاتها بحدا كاين انت شاش المصحف وتمني غتابع حدا السياسه. الله اكبر. اولا السلام عليكم، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، سي اسامه زنغنا 24 سي سليمان مناظر النغم قراهم رمضان مبارك رمضان مبارك سعيد الجاليه المقيمه بالخارج دوز غنغ الحبيب. الله يحفظ ربي. السؤال يقول، من الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن؟ الصحابي اقصد يسير على حاله الصحابي واش ما شفتي حاجه واني تي صحابي السما زيتي شي دغيني غير مي مو دي نهز العشره ربي العالم جد عمر بن الخطاب لا
عكس الفرصة النغل شو صاحبي النغل عثمان بن عفان اهتا السياسي نشفى اهتا السياسي نشفى نال فرص ونزماش نانيكتا الا وزماش نانيكتا انت قادش السياسي تهلا كفن ومك لي وحفظ الله تعالى سليمان مزيد من التألق ان شاء الله تهلا ذي سليمان نغم جاهدنا راح يوم يقبل بركة اشي يحفظ ربي ان شاء الله ياسين وابن مناسبة يتسمى نتمنى نتمنى زي الله عز وجل نتمنى زي المسؤولين باش اذ كفن باش نار ثومة محمد حول ليش نقارهم قيامين وسنغ مارا ان شاء الله ذي الجن والسلام يجو مزداق النغ زغن غان ميسوم زغن غان نغ ثومة سوفيان القناة تحية القناة وزغن غان سيتي غادي يحفظ سيدي ربي العالمين اكين غي شارك رنتا ذي البرنامج يتجن ديني اكيد قتل تسند يعني ما شاء الله زعما يجن برنامج من دوم غينا اولا نتشكا ثومة اسامة يتك زعما يجن برنامج حصرية ذي عري فيك مر زعما يجن بادرة سبحان وتشكا شنشكا ثومة سليمان تقريج تقديم رائع سيجن طريقة بسيطة يعني عفوية الزيس بلا ميساكو ذي تستفاد اولا برنامج ده سبحان وذيس استفادة استفادية دينية وذيس برنامج هادف يعني الحمد لله تشكا اولا صاحب الفكرة وتشكا شنشكا ثومة سليمان اشي حفظ سيدة رب العالمين السؤال كين اغتشارك ان شاء الله اش كريج السؤال وتمني ولا لا تمني غتابع هذا على بركة الله السؤال قامني الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته يجو صحابي نهز تما يسنزل عرش نار بالعالمين من يعني غمي خلوه فتنت الصحابي انهز عرش الرحمن صحابي جليل صحابي جليل انهز عرش الرحمن ذي الوفتنت ما شاء الله اولا زعما صراحه الاهم هو المشاركه ياك زعما المسائل يجوا تني غاس انت راني غاس ثومه اسامه غاس المعلومات انت تقن حوايج دينيه ما شاء الله خاص ولكن انق المهم هو المشاركه واخا واني بوني انت ولكن هذا صحابي جليل عثمان لا لا المهم ني غومي المهم الاهم هي المشاركه هي المشاركه ثم تشوف من غادي ندير يعني المتتبعين 24 اولا ثم سليمان قبر اي شاك وشكاك كني وكشباب مجموعه نحن هنا اي باتيره اي حاجه اي موقف انساني زعما وهذا نغجل من غناني غازات بدا قاين ديال الواجهه وماش ما بغيناش نلقى غنه مسائل انسانيه بدات الشنفوس الحمد لله نشكر زين من المنبره وثانيا نشكا قناه ازغن 24 ثم اسامه دائما يتحاور ديال واش نحوايج جديد اولا دياري في محتوى يتغيمات جديد من زين تيرا نغيسن انه المحتوى من يتقدمات الجديد يتغيمات بوارزيس غازيف نتشكى المتابعين قناة ازغن غان 24 ان شاء الله هنتشكى اسندك مجن تحية تبقران وتشكى خش كذا ومات سليمان زعما ما شاء الله ان شاء يكتب هذه السماء تفاجأ خصا ومات سليمان سنغ دي النضال سنغ دي المواقف سنغ الاربداق في غازيف ولكن من ناحية هذه يخدم البرامج تفاجأ غريس تبارك الله عليه ماني ما تعريف ضموطة عاش يحفظ ربي العالمين السلام عليكم الاسم الكريم اشرف اغرب ثم اشرف اقشكي نغد جيج البرنامج ديني بتجد جواب تخ السؤال انت الشاش المصحف صافي سي اشرف من الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته من عليك ميكرو لا يجو الصحابي ينهز العرش نار ربي العالمين خل وفات الناس مين يعني الرسول لا الرسول وديش هذا صحابي صحابي الصحابة دي مذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر لا إن اثنين واخا اسن بالدر المصحف وانيتي مش هذا اسم الصور هذا اسم طريقي ستين حيز ستين لا وني ستين حيز مش هذا اسم الصور الصور أشرف والو من غادي نديني ديك غفاجنا أشرف أنت سنغادي رمضان كريم رمضان كريم مبارك سحب درهم أشي يحفظ ربي السلام عليكم وعليكم السلام نهرم السيخ يسمى كين غسيوس تبارك الله عليه أخش كين غسيوس جزم برنامج ديني ما تجدها بحذا كين غسيوس سمي ديوران أجمل هدية قرآن كريم ونتمنى يشتاب هذا الدسيسي وإن شاء الله يقع السؤال من الصحابي الذي اهتز لعرش الرحمن لوفاة النس مين يعني واخا نبدر اش بدر السؤال السيوس المهم غير انا غتابع هذا المصحف باش بدر ما نقيم ذي السؤال واس السيوس انا بدر السؤال المصحف وانيتي القران الكريم مش هذا اسم الصور
109 116 لا 124 يقارب ما شينا 124 زعما الشغل فرصه نغني تومات يوسف من غادي نديه يتمثنق شويه يتمثنق ذا القناه 24 خل البرنامج ميد السلام يحفظ الله تعالى فمالا ميتيكم ان شاء الله لكن انهم يعني عبي ما لم يتمنى ان شاء الله من جواب ما لم يتمنى ان شاء الله ان شاء الله يسر لكن تعصب غير خايف من دين تاوها والله الحمد لله لكن من دون غير لكن شجع سيد عبي ان شاء الله ما لم يتمنى ان شاء الله ان شاء الله يخني يوسف يخني يوسف ما يدش غيني غير سميت خبوط 116 ويوا خصنا انا سي يوسف السلام عليكم دومات زكريا لوريا شي غنكين نشارك الجيش البرنامج ان شاء الله خويا ديني وتمني غدي سي اسامه غتابع هذا القران والله العظيم تمني غتابع هذا سي اسامه زكريا سي زكريا بوكي كيدي اسامه قاد زكريا بوقا اشين عفوي قنشين قنت قد قايت تما زكريا انت تما شويه ندي نسنقوا هاد الجبود الفقيه اللي خصنا حاج اللي قر غراضي الازهار اش سليمان الفرزي وقا تسمي عفوي طاسيث يمدو كان الأحباب النار ثم زكريا السؤال يقع من الصحابي الذي اهتز لعرش الرحمن من يعني واخاك سخارق سليمان والسين خشاء والسين خشاء اش السؤال السي زكريا اقشتين حزب وانيتي ان شاء الله مش هذا يصن الصور السي زكريا يا زيد الزكريا غنمش حدا يسن الصوار لا كول لا كنت وزغتها بهذا زكريا مراح خرج 114 والله لا يا رباع والله لا تو غاري غير انا غتابع هذا السي زكريا من عمو السي زكريا من غادين اذا ثم زكريا المتتبعين يعني زغن غن 24 ودي ويد السؤال تغسقش زكريا والله العظيم على حسب تبات سوا كني يحفظ سيدي ربي العالمين ثبرتينو المتتبعين الصفحة غنغنى 24 اجت تعتبر اختص السلام عليكم اجت تعتبر اختص اجنا السلام عليكم ومدي عبيتي ساحرام لحم والدي الله نكمل صافي الله جبتي سي لحم والدي حرام زعما صراحة الصفحة غنغنى 24 احسن صفحة دي هنديت مزغنغان يعني بشهادة اشرف الشباب نتنديت مزغرغان هذه الشهادة يعني ديج الحقيقة نكسيتي زي لسان مارا المتتبعين مزغرغان قارتني صفحة زغرغان 24 هذا ومن واسيد رب العالمين إن شاء الله الطريق نوم البرنامج ثاني مع ثاني الحب غاف نديت مزغرغان وثاب حمرا شاق سيد رب العالمين وذي نفس الوقت السيدات نديج الجو نطرفه ذي نفس الوقت الثقافة الإسلامية الساكنة مزغنغان هذو من قابل باركة وهو الهدف السي زكريا أش يحفظ سيدة ربي أخويا سليم تحية واحدة تسميتها بحدا السي زكريا أش يحفظ سيدة ربي العالم بالنسبة قادين نربع هذه الأسئلة وخاص نجاوب إن شاء يعني إني كاين غير شارك المسابقين وكاين غتجاوب إن شاء تمني غزقني غير فارج دي فيديو ني أخان غتجاوب دي كومونتير تقل نجاوب إني تما وإني السنان هادي جاوب وخا خطا قال الهدف يعني زي البرنامج وانيتي وهو التوعية عالمين غنختم ديريكت البرنامج تو كاين غير المستفيدين قارسنا هاني لكم يا جبير حالا ميا بحني تسمى وبالخصوص ثومة زكريا في حفظ سيدة رب العالمين ولازم عاود السكريش التحية يا عزي عوما درس قبري غنا قبري تسمى إذا ختم الحلقة يا قاغاس في ميزان حسنات إن شاء الله المصاحف يتصدقد هذاك يقار بالبركة وخا يدخن غور هذا المغاب ودابي قيت الدن ورجا مانغ ذي الحلقة ويس خمسة تغكيهم الفرسي وسليمان ثومة أسامة المدير القناة 24 أزغنغان 24 السلام عليكم.